بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. رح نبدأ درس اليوم طلابنا بالسنترال سيمتريك. طبعا احنا قبل كان درس مختلف، هلا درس جديد سنترال سيمتريك اللي هو التناظر المركزي. تعني التناظر المركزي، اذا سنترال سيمتري يعني التناظر المركزي. رح نشوف عدة حالات للتناظر المركزي. رح نشوف تناظر بالنسبة لنقطة، تناظر قطعة مستقيمة وإلى آخره. الآن رح نشوف symmetric of a point with respect to a point O. بدي نظير نقطة بالنسبة للنقطة O. إذا نظير نقطة بالنسبة للنقطة O. إذا بدي نظير النقطة A بالنسبة للنقطة O. عم يقول لي كيف أنا باخذ، كيف بقدر أجيب النظير؟ بقول هاي النقطة A وهي النقطة O. أنا المفروض في عندي إما إني أرسم بالمسطرة قطعة مستقيمة نفس هذا الطول، نفس طول OA، وبعين النقطة A فتحة اللي هي symmetric of A طبعا بالنسبة للنقطة O. إذا فيني بالمسطرة إني أنا أقيس هاي المسافة وأرسم نفس المسافة، أو إني أستخدم البركار إني أجيب الإبرة شوف هاي المسافة. طبعا رح يطلع عندي نصف دائرة. لما بصير عندي نصف دائرة رح يكون A فتحة هو القطر تبع الدائرة، فأنا رح أقول فيني إما بالبركار أو بالمسطرة. بالبركار إن عين بإبرة البركار طول OA وأخذ بالجهة المقابلة OA فتحة، فرح تعطيني A فتحة نظيرة النقطة A بالنسبة للنقطة O. فعم يقول لي A فتحة is the symmetric of A. A فتحة symmetric of symmetric the symmetric of A with respect to O. فأنا عندي A فتحة هي نظيرة النقطة A بالنسبة للنقطة O. في بهاي الحالة لما باخذ نظيرة نقطة بالنسبة لنقطة رح أوصل لنتيجة اللي هي إنه أنا عندي خاصية بالنسبة للنقطة O اللي هي O is the midpoint of A فتحة. O midpoint of A فتحة، كلمة midpoint يعني بالمنتصف. إذا O بمنتصف القطعة السيجمنت A فتحة، فبقول O is the midpoint of A فتحة. إذا لما أنا الفقرة الأولى اللي هي نظير نقطة بالنسبة لنقطة، فأنا رح أقول النقطة بالنسبة للنقطة O طبعا النقطة A رح أرسم إما بالمسطرة قطعة بتساوي هاي القطعة، فهي قد هاي A فتحة O هي نفسها O A. فأنا رح أقول إما بالمسطرة أو باستخدام الإبرة إني أعمل نصف دائرة، فتحة الإبرة رح تكون طولها OA وبنفس الوقت هي نفسها OA فتحة. طيب لو انتقلت لفكرة تانية اللي هي symmetric of a segment، فأنا بدي نظير قطعة مستقيمة. فرق عندي إنه أنا كنت عم باخذ نظير نقطة بالنسبة لنقطة، الآن symmetric of a segment نظير قطعة مستقيمة. إذا symmetric of a segment نظير قطعة مستقيمة with respect to a point O بالنسبة للنقطة O. عم يقول لي شو هو؟ أنا أجيت هاي النقطة A، القطعة AB segment of AB. طيب شو بدي أعمل؟ بقول القطعة المستقيمة أنا بعرف إنه إلى بداية وإلى نهاية، فهي محددة بنقطتين. باخذ نظير النقطة A بالنسبة للنقطة O وباخذ نظير النقطة B بالنسبة للنقطة O مثل ما تعلمنا، إما بقيس بالمسطرة أو باستخدام البيكار، إبرة البيكار. فأنا بقول A فتحة هي نظيرة النقطة A بالنسبة للنقطة O. إذن A فتحة نظيرة النقطة A بالنسبة للنقطة O، وB فتحة هي نظيرة النقطة B بالنسبة للنقطة O. فعم يقول لي بملاحظة إنه the symmetric of a segment with respect to a point O، نظير قطعة مستقيمة بالنسبة لنقطة O، نظير قطعة مستقيمة segment تعني قطعة مستقيمة with respect to a point O segment قطعة مستقيمة. إذا نظير قطعة مستقيمة with respect to a point O بالنسبة للنقطة O، في عندي رح تطلع قطعة مستقيمة، فأنا نظيرة نقطة رح تطلع نقطة، نظيرة قطعة رح تطلع قطعة، رح نشوف نظير شكل رح يطلع شكل. فأنا قال لي هي قطعة مستقيمة is a segment
إذا هي قطعة مستقيمة. بيرلل من صفاتها أو من خصائصها إنه A فتحة B فتحة بيرلل A B، فهي موازية للنقطة B للقطعة A B. إذا نظيرة قطعة مستقيمة بالنسبة إلى نقطة رح يعطيني سيجمنت قطعة مستقيمة شبهها بيرلل موازية ل A B to it and having same length، وتملك نفس الطول. And having same length يعني AB موازي لA فتحة B فتحة وAB تساوي بالطول بالنسبة لA فتحة B فتحة. إذا معناها باختصار أنا عندي نظير نقطة بالنسبة لنقطة هي نقطة، فأنا كيف قلنا بأخذ نفس الطول بالاتجاه الثاني بحيث يشكل نصف دائرة. أيضا في خاصية هون إنه O هي ميد بوينت بالنسبة للقطعة A فتحة. أما نظير قطعة مستقيمة AB بالنسبة للنقطة O هو رح يعطيني قطعة مستقيمة A فتحة B فتحة، بنلاحظ قطعة نفسها. رسمت نظير النقطة A بالنسبة ل O ونظير النقطة B بالنسبة ل O، طلعت A فتحة B فتحة segment. شو صفاتها قلنا؟ is a segment هي قطعة مستقيمة parallel to it يعني بتوازي هاي القطعة اللي أنا عندي إياها. ايضا the same length الى نفس الطول، طول A فتحة B فتحة تساوي طول AB. طبعا هذا الشيء بيساعدنا بالرسم بحساب الاطوال والى اخره. طيب اذا انتقلنا للفقرة الثالثة اللي هي symmetric a figure، يعني انا عندي تناظر بالنسبة لشكل او تناظر او نظير شكل. نظير شكل طبعا رح يطلع عندي نفس الشكل، مثل ما قلنا نظير نقطة نقطة، نظير قطعة مستقيمة قطعة مستقيمة، نظير شكل رح يعطينا شكل مشابه لهذا النظير للشكل الأصلي اللي أنا عندي إياه. We draw the symmetrix of the vertex of a figure، معناها أنا لما بدي نظير شكل symmetric of a figure شو لازم أعمل؟ لو كان عندي مربع مثلا، أنا بعرف المربع A B C D مثلاً له أربع رؤوس vertex اللي هو الرأس، فأنا عندي أربع رؤوس راح أرسم. طبعاً أنا بدي نظير هذا المربع بالنسبة مثلاً للنقطة O، شو بعمل؟ بقول بأخذ نظير النقطة A بالنسبة للنقطة O بهالشكل تطلع A هون، بأخذ نظير النقطة B طبعاً بالنسبة لO تطلع B، بأخذ نظير C بالنسبة لO بأخذ نظير B بالنسبة لO، بيطلع عندي مربع جديد A فتحة B فتحة C فتحة D فتحة A فتحة B فتحة C فتحة D فتحة. إذا معناها أنا إذا بدي نظير شكل symmetric a figure لازم أخذ نظير طبعاً بالنسبة لنقطة، نظير كل رأس من رؤوس هذا الشكل، رح يطلع عندي شكل جديد اللي هو أكيد مربع A فتحة B فتحة C فتحة D فتحة اللي هو نظير هذا الشكل. طيب عم يقول لي بالنسبة لهون أعطاني نوت ملاحظة The symmetry around a point، إذا أنا بدي نظير أو نظير حول نقطة. في خاصية بالنسبة للنظير حول نقطة عم يحافظ conserves the midpoint على عدة أشياء اللي هن midpoint linear right angle والparallelism، يعني the midpoint المنتصف، فأنا عم يحافظ التناظر عم يحافظ على المنتصف ما بيغير في شيء. linear اللي هي الاستقامة الوحدة، يعني عم يبقوا النقاط على نفس الاستقامة. لما أنا باخذ نظير A بالنسبة ل O باخذ على نفس الاستقامة ما بغير الاستقامة. The right angle الزاوية القائمة، وأيضا عم يحافظ parallelism اللي هو التوازي. نحن شفنا هون أخذت قطعة مستقيمة بتوازي ال AB، طلعت مع عند النظيرة هي قطعة مستقيمة بتوازي ال AB بحافظ على البرلليزم اللي هو التوازي. معناها أنا باختصار السنترال سيمتري أخذت ثلاث أفكار اللي هن symmetric of a point with respect to a point O، يعني أنا عندي نظير نقطة بالنسبة لنقطة فهي تطلع عندي نقطة، بقيس نفس المسافة بأخذها بالطرف الثاني أو إني بستخدم البركار لأرسم نصف دائرة. في عندي
طبعا قلنا هون بملاحظه ان الاو هي ميد بوينت للقطعه المستقيمه لسيجمنت اي اي فتحه. بالنسبه لنظير قطعه مستقيم بالنسبه لنقطه رح يعطيني قطعه مستقيمه جديده موازيه للقطعه الاصليه و سيم لينكس يعني الى نفس الطول. نظير شكل، لما بدي نظير شكل شو رح اعمل؟ رح اخذ نظير كل راس من رؤوس هذا الشكل بالنسبه للنقطه او. اعطاني ملاحظه انه انا عندي النظير حول نقطه بحافظ ميد بوينت المنتصف الاستقامه الواحده رايت انجل الزاويه القائمه والبرلليزم اللي هو التوازي. معناها اليوم بيكون انتهى درسنا بالسنترال سيمتري. بتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع.